انا اولا يعني عايز اعرف انت حميت البطه دي وز ولا بطه؟ بطه دي بطه. هو اتحول لبطه هنا. المهم بقى ان انا هكمل قبل. طب دي وز يا جماعه؟ وز يا جماعه دي وز. وز 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 مش بطه. انت بتربها بطه. بتعرف الفرق بين الوز والبطه ازاي؟ لا انا فلاحين بيكلمها. من انت وزه ولا بطه؟ من كاكا. من كاكا. طب ما قالتش كاكا. الوزه رقبتها طويله. لا يعني الوزه بتقول ايه والبطه بتقول ايه؟ دي بتقول كاكا ودي كوكوك. مين؟ يعني في اختلاف بين الكاكا فيها. بس هي البوز البوز بتاع دي عريض يبقى وزه. لو البوز مبوز كده فرميش بيبقى عادي. فرميش فرميش. قدامنا فعلا ده بوز. ايه ده يا استاذ علاء؟ ده بوز. بما انك خبير في الوز. ده وزه يا ريس. دي وزه. وزه صغيره كمان يعني. لو كبيره يبقى شكلها ايه بقى؟ وزه لباني. لباني شكلها بطه. مدام هالة. قول يا مدام هالة. قولي خلينا نخلص الحلقه دي على خير. عايزه اقول لحضرتك ان فعلا جو اللي كان عامله استاذ معتز لينا في اللوكيشن كان جو الاسره. احنا يعني مصطفى ابني وسلام ابني وخصوصا بقى لما دخلت علينا ميرنا عملت معاها مشهد واحد في المسلسل. ميرنا من الممثلات يعني مثلا انا كوميديانة فممكن تطلع حاجه سيكه غصب عننا في لفظ في حركه فهي بتروح لقطة الحكاية ومكملة. دي كانت يعني بجد حصل كده فعلا؟ حصل يا ميرنا؟ حصل في ايه؟ لا والله بجد بقول على كلامك بس ده حقيقي. كان اول مشهد ليا اول يوم تصوير ويلا اقعدي مع استاذة هالة. طب هنقول ايه؟ طب هنعمل ايه؟ المشهد كله بقى ايه زي ما يطلع. هتشربي ايه؟ شربتي ايه تاني؟ فطلع المشهد في جو لطيف يعني في في بس تعاملك انت مع الحيوانات يعني شوفي كنت بتحمي الوزة. انا كنت بخاف جدا على فكرة. لا انت ما عندكش فكرة. ولما الفار يبقى يتفجر خافي ايه؟ عايده بقى كانت في مسكت الفار. انا يقولوا لي كلمي اخوك. كلم مين؟ متخدر. متخدر مين؟ ما امسكوش. انا شوفي عينيه الحمراء وابي مش قادره ابص له حتى اكلمه. وانا حبيت الفار قوي ومسكته قعدت تكلمني. لا ما هو لازم فيه. يعني استاذ معتز بيتعامل معانا بلطف. معتز مسك الفار؟ لا لا ولا البطه ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص. مع ان هو ممكن يمسك الاسد كمان. انا عارف يعني هو انا بخاف. هو مسك الاسد بس. مسك الاسد. هو مسك الاسد وما رضيش بقى لك. لا ده لعب عيال. لا بس الحمد لله يعني كلنا كنا بنحب بعض والحقيقه الحب اللي كان جوانا طلع على الشاشه عشان كده ده من اسباب النجاح.